واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها، ونجحت الحملة الأمنية في هذا الإطار في تحقيق نتائج إيجابية نستعرضها في هذا التقرير. وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق من خلال التصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 43 طن زيت طعام ومنظفات صناعية متعددة الأغراض مجهولة المصدر. قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة المنظفات الصناعية بالقليوبية بحجبها عن التداول بالأسواق في محاولة منه لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت من ضبط أكثر من 111 طن دقيق أبيض وسكر وأرز ومسلي مجهولة المصدر. قام المسؤولون عن عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية بالبحر الأحمر والشرقية والبحيرة والدقهلية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق في محاولة منهم لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. الإدارة نجحت في ضبط 117 طن دقيق أبيض بدون مستندات وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول عن مطحن للحبوب بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. كما تمكنت من ضبط أكثر من 53 طن دقيق بلدي مدعم وسكر تموني بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالبحيرة ومسؤول مخبز بلدي بشمال سيناء وقائد سيارة نقل بسوهاج، كمية تم تجميعها بواسطة هؤلاء لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة من ورائها. ومع تواصل حملات الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 156 طن دقيق ومسلي ومكرونة وأرز وسكر وزيت بدون مستندات ومجهولة المصدر. قام المسؤولون عن عدد من مخازن ومحلات لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية والجيزة والمنوفية والشرقية والبحيرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت الإدارة من ضبط 339 طن سكر وأرز ومكرونة وزيت طعام بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مسؤول مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية، وضبط قرابة 103 أطنان مواد غذائية متنوعة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالبحيرة. الإدارة تمكنت من ضبط 275 طن أسمنت وحديد تسليح مجهولة المصدر بحوزة المسؤولين عن مخزنين بدون ترخيص لمواد البناء بالدقهلية قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها. وعلى صعيد التصدي للسلع الفاسدة تمكنت الإدارة من ضبط 72 طن لحوم وملح طعام وزيت طعام جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالقليوبية وأسوان والشرقية. الإدارة تمكنت من ضبط 20 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية وضبط 11 طن ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر حجبها عن التداول بالأسواق مسؤول مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بالدقهلية.